اهلا بيكم مره تانية. يمكن اليومين دول في الفلوس اللي جايه على قد اللي رايح، لكن اول ما واحد فينا بيحوش قرشين بيبقى عايز يحطهم في حته امان ويطلع عليهم اكتر فايده ممكنه، علشان لما يحب يصرفهم يلاقي معاه سيوله كفايه. لكن البنوك عندها يعني يمكن منتجات كتيره قوي، شهادات وودايع، اوعيه ادخاريه وحسابات جاريه، ده غير الناس اللي بتحط فلوسها في البورصه او بتشتري بيها ذهب زي ما كنا بنشوف زمان. ولكن ايه احسن حته تحط فيها فلوسك، تحويشه عمرك، تحطها فين علشان تجيب لك اكتر عائد ممكن؟ وهل ارتفاع الاسعار اللي حصل اليومين اللي فاتوا، او مش يمكن اليومين، السنتين ثلاثه اللي فاتوا، بياكل الفايده اللي بتطلع لك ولا بيخلي الفايده زي ما هي؟ هل المصريين بيحطوا فلوسهم في حته صح ولا في بدائل احسن من كده؟ معانا النهارده للاجابه على الاسئله دي كلها الاستاذ محسن عادل المحلل المالي. اهلا بيك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير. هنشوف تقرير الاول على المصريين بيحطوا فلوسهم فين، ونرجع استاذ محسن يقول لنا ايه افضل البدائل المتاحه. في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الغير مستقرة التي تشهدها البلاد، فيما وكيف يدخر المواطن المصري أمواله؟ بحط في البنك فلوسي، بتجيب لي فلوس، أرباح مضمونة. هذه فلوس وأنا أشيلها في ذهب عشان أنا مش معايا. لما السوق يوضح النواحي الانتخابية، استقرار البلد، القضايا السياسية، ده كله بيأثر على السوق، بيأثر على رأس المال. فالحتة الثابتة والحتة الأمان في الوقت الحالي هي الودائع في البنوك. لو انا يعني خبرتي تسمح لي ان انا ممكن احس ان الذهب ممكن سعره يزيد، ممكن، ليه لا، ممكن اشتري ذهب وممكن ابيعه بعد فتره واستفيد منه. طبعا اكيد طبعا هشيلها في البنك او هشيلها في دفتر توفير البريد، لان الظروف اللي فيها البلد دلوقتي والظروف اللي فيها الاعمال والشغل وكل حاجه مش مضمونه. الاستثمار المضمون في جمهوريه مصر العربيه العقار، زي ما بيقولوا حضرتك العقار هو الابن البار. اشتري شقه لابني، هعمل استثمار، ممكن ده وده. مفيش حاجه بتطير عشان اشيلها. لو معايا فلوس قليله وزياده عن الحد بتاعتي هحطها في البنوك. انا لو معايا فلوس انا هشغلهم، شغل الحلال تجيب لي قرش حلال هشغلهم، اعمل بيهم اي مشروع. ناس قالت الذهب وناس قالت العقار هو الابن البار، وشويه قالوا بيحطوا فلوسهم في البوسطه. استاذ محسن، هو المصريين بيحطوا فلوسهم فين اكتريتهم؟ شوف، الأغلبية حتى اللحظة ديت في دراسة سلوك المصريين في استثمار أموالهم، دي دراسة وحيدة كانت اتعملت في نهاية تقريبا عام 2009 وتحدثت في نهاية عام 2011 بعد الثورة مباشرة. اللي كان ملاحظ جدا في السلوك دوت ان احنا يمكن كنا دولة وحيدة على مستوى العالم عندنا ما يطلق عليه اسم اضطراب في سلوك الاستثمار. نسبة معدل الادخار اللي على مستوى العالم ككل بتوصل لتقريبا لحوالي 40%، يعني عندنا في مصر بنوصل ل 17%. 40% من الدخل اللي بيخش لي كل سنة. من الدخل اللي بيخش البريك بشكل دوري، لكن هنا في مصر احنا اقل من 17%، وده رقم يعتبر ضئيل جدا، وده واحد كانت من المشكلات اللي كانت دايما بتخلق ما يطلق عليه اسم ضغوط على معدلات التمويل. الاشكال بقى اللي بدات المصريين او اللي طول عمرهم كانوا بينتهجوها زي ما حضرتك شفت في التقرير، بدايه الارقام اللي بتبقى موجوده ارقام قليله، فصغر حجم هذه الاموال كان بيدفع المصريين الى البحث عما يطلق عليه اسم اكبر عائد مش اكتر معدل امان، وده اللي يمكن خلق في فتره الثمانينات ما يطلق عليه اسم شركات توظيف الاموال. طب انا هسال حضرتك على حاجه قلتها مهمه جدا، ان احنا بنحوش 17% بس بدل ما المعدل العالمي 40. ليه؟ ليه؟ لان انت عندك هنا في مشكلتين. المشكله الاولانيه هي ما يطلق عليه اسم سوء توزيع الدخول، بمعنى ان انت ببساطه شديده الجانب الاكبر من المجتمع المصري مدخولاته تعتبر مدخولات ضعيفه، فده معناه ببساطه ان انت مع ثقافه الاستهلاك اللي انت لميتها في فتره السبعينات والثمانينات والتسعينات، فانت فعلا ما بقاش عندك فعلا حاجه تحوشها. الارقام اللي انت تقدر تحوشها هي ارقام قليله. النقطه الثانيه، وهي دي النقطه الاهم، ان انت خلال الفتره بتاعه التسعينات اللي هي الفتره اللي بدات فيها الدخول ترتفع نسبيا، ما كانش في تطور في منتجات الاستثمار مقابل لتفاعات الدخول، فحول جزء كبير جدا من المدخولات الى ما يطلق عليه اسم الاستثمار التقليدي. الاستثمار التقليدي عندنا في مصر دايما كان بيكون لاما ان انت بتحط وديعه في البنك، او ان انت تحولها لاصل عقاري، وده الاستثمار اللي احنا كنا دايما بنعمله. وتسبب الامر ده يمكن في فتره بدايه الالفيه الثانيه لما يطلق عليه اسم فقاعه عقاريه، كانت الاسعار العقارات عندنا بترتفع اعلى من اللازم. ولكن اللي انت قلته ده مهم جدا، ان احنا
في ناس كتيرة بتحط ودائع في البنوك، ويمكن دي الكلمة اللي احنا بنسمعها عندنا من الأسر، انها رايح افك الوديعة او رايح احط فلوسي في وديعة او شهادة استثمار او دفتر توفير، الاشكال اللي هي التقليدية. الفوائد دي، الفوائد اللي بتيجي من الوديعة وشهادة الاستثمار ودفتر توفير يمكن البوسطة، هل العائد بيغطي ارتفاع الاسعار ولا ارتفاع الاسعار بياكل الفايده اللي بتيجي ويبقى كان فلوسي بتقل مش بتزيد؟ ده هي فعلا بياكل، لان معدلات التضخم عندك حتى الرسميه لغايه دلوقتي انت بتتكلم تقريبا في حدود ما بين 9.5 لغايه 11.5 كمتوسط في اخر 3 سنين. تمام. لكن انت بتتكلم على متوسطات عوائد بتطاح ما بين 8% لغايه 9.7% كمتوسطات مقابله، فانت معدل التضخم عندك لا زال اعلى من ده. الشيء الغريب ان احنا زي ما قلت لحضرتك ازمتنا الحقيقيه في الفتره اللي فاتت ان انت ما طورتش منتجات استثمار عشان تجذب الناس والودائع الصغيره دي وتحولها ل التنميه من ناحيه ورفع العوائد للناس من ناحيه تانية. على سبيل المثال انت عندك سوق بتاع اذون الخزانه وسندات الخزانه في مصر، متوسطات العوائد فيه 16% و15% في احسن الظروف، وده نتيجه ان البنوك بتضغط على الحكومه نتيجه ان هي اللي عندها سيوله. لو انت فتحت السوق دوت بكل بساطه للمتعاملين الافراد والناس دخلوا عشان يشتروا هم كمان اذون خزانه مباشره من السوق الاولي، ده مش من حق الافراد نهائيا، مش من حق الافراد، مغلق على البنوك والمؤسسات المالية على ما يطلق اسم المتعاملين الرئيسيين وهي البنوك بشكل رئيسي. وده معناه ببساطه ان انت طردت الناس من هذا الموضوع، ده عائد خالي من المخاطر، الدوله بتطمنه وعائد عالي جدا وعائد مرتفع. اذا انت كبنك بتحصل على 16% بتخصم منهم 20% ضرائب بتدفعها الدوله، يعني 13.5 صافي، بتديني انا قصادهم من الناحيه الثانيه 9.5، في 4% انا فقدتهم كواحد مستثمر عادي، كواحد حطيت مبلغ صغير. النقطه الثانيه اللي انت افقدتها في مصر هي الثقافه اللي كانت موجوده عندنا قبل ثوره يوليو وفي المرحله بتاعه الستينات، وهي فكره تجميع المدخرات الصغيره في كيانات كبيره، وهي دي الفكره اللي بنيت عليها الاقتصادات كلها. طب انا هسال حضرتك دلوقتي، يمكن زي ما احنا وصلنا للكونكلوجن او للخلاصه ان الفلوس بتتحط في ودائع وفي شهادات ادخار وفي البوسطه، الفايده اللي بتطلع منها بتتاكل بسبب ارتفاع الاسعار ويمكن التضخم تحديدا، التضخم، ويمكن كده فلوسي في الاخر بتقل. طب احط فلوسي فين؟ انا دلوقتي شخص معايا يمكن 1000 او 2000 جنيه او يمكن 100000 جنيه، احطها فين بحيث ان هي تجيب لي عائد محترم يقضي على الجزء اللي بيشيله التضخم؟ شوف، ما تقدرش تقول ان في طريقه واحده ثابته للجميع. تمام. ولكن انا من وجهه نظري الشخصيه انسب الطرق للاستثمار في الوقت الحالي وللحفاظ على معدل امان جيد ومعدل تنميه كبير ومعدل عائد كويس بالنسبه للمتعاملين، ده هيكون في خلال حاجه واحده، انك تجمع المدخرات ديت في تكوين كيانات مؤسسيه خلال الفتره ديت. بمعنى انت النهارده عندك مشكله في مثلا موضوع الزباله، انت محتاج ان انت تعمل النهارده شركات عشان تدور القمامه وعشان تحقق منها عائد. طب ما تجمع المدخرات الصغيره، اعمل شركه مساهمه، خلي كل واحد يشارك فيها ب 100 جنيه ب 50 جنيه ب 200 جنيه ب 1000 جنيه ب 10000 اللي تقدر تجمعه. في النهايه انت هتكون كيان كبير. الشركات اللي من النوع ده بمعدل العائد بتاعها سنويا بيتجاوز ال 25%. ده حقيقي، ولكن ده حل يمكن يكون محتاج بعض التنظيمات الاداريه وبعض التغييرات، محتاج الرغبه في ان انت تحقق عوائد للناس، رغبه من الاداره الماليه ولكن مش من الناس. الاداره لا، من الناس نفسها. وهقول لك ده ازاي. احنا شفنا في خلال رصدنا للدراسه اللي عملناها في 2008 كيانات بتتعمل في مناطق ريفيه ومناطق في الصعيد مصر بتتعمل بمدخرات ضعيفه جدا، لدرجه ان احنا فوجئنا بان معدلات العائد اللي بتحصل في الصناعات ديت زي صناعه الدواجن او ان هم بيشتغلوا في صناعات صغيره في البيوت او ان انت بتمول ست موجوده جوه البيت ب 500 جنيه عشان الست دي تشتري خيوط صوف وتبدا تعمل منها سجاده وهم ياخدوها يبداوا يوزعوها. الامور دي العوائد كانت كام فيه؟ العوائد وصلت لاكثر من 40%. المشروعات اللي بتتكلم عليها ده الأرمان النهارده زي مشروع جاموس العشر ومشروع انتاج الالبان من البيوت بتوصل عائد عليها ما بين 27-30%. انت تقدر تحقق عوائد سهله قوي، بس هي الفكره هل انت عندك بالفعل الرغبه في ده؟ انا من وجهه نظر الشخصيه ان النظام الاقتصادي السابق كان من وجهه نظره ان انت توجه السيوله حتى الضعيفه الموجوده مع الناس لتحفيز ما يطلق عليه النمو غير الرسمي. بمعنى انت لما بتشتري النهارده وحدات سكنيه فانت بتعمل تنميه للصناعات، ان انت لما بتشتري النهارده تلفزيونات او فيديوهات او ما يطلق من عليه مساحه استهلاكيه فانت بتنمي مرتبات للعمال وهكذا. ده تحريك للنمو، لكن هذا التحريك بيكون تحريك دايما اثره دايما قصير، وده اللي شفناه كان من فتره من 2003 لغايه 2011 او 2011 كان في معدل نمو كويس موجود فعلا على الاقتصاد لكن الناس ما حسيتش بيه. طب انا هسالك برضو، يعني يمكن البديل ان احنا نكون كيانات اقتصاديه صغيره بتعمل عائد، حضرتك قلت ان هو في بعض الحالات بيوصل ل 40%، ده قد يكون احد البدائل، ولكن في ناس زي ما شفنا بنقول نشتري ذهب
ايه رايك في شراء الذهب وتحويش الفلوس في الذهب؟ شوف تعال نقيم بقى الخمس طرق التقليديه بتاعت مصر. اولا انت عندك فكره شراء الذهب كمخزونات القيمه، ده بيظهر دايما في فترات الازمات سواء على مستوى الاقتصاد العالمي او في مصر، وده كويس بيرجع عائد كويس ولا في لا؟ فتره ما او في فتره قصيره ده بيحصل فعلا. انت النهارده عملت في خلال اخر 6 سنين معدل نمو في اسعار الذهب وصل تقريبا داخل مصر لحوالي 250%، فانت بتتكلم على معدل عائد يعتبر كبير طبعا. لكن ده بيطلق عليه في فترات كتير او فترات الفقاعه، بمعنى ان ده بيحصل لما بيكونش عندك بدائل تانية تستثمر فيها، لكن لما بتبدا تظهر عمليه نشاط في الاستثمار بتبدا الناس تتخلص من مخزونات القيمه دي فبتدفع علشان اسعارها للانخفاض. طيب بالنسبه للطريقه التانية التقليديه وهي شراء العقارات، شراء العقارات عندنا في مصر مرتبط بثلاث حاجات. مرتبط اولا بان الناس شايفه ان اسعار العقارات دايما بتنمو لان الطلب عليها لازال مرتفع، وده حقيقي. عندك فجوه وده حقيقي فعلا، وده حقيقي. كويس، لكن انت عندك دايما خلل في نوعيه العقارات الموجوده. النقطه الثانيه وهي دي النقطه الاهم، ان الناس بتعرف دايما ان ارتفاعات معدلات التضخم بتنعكس اوتوماتيكيا عليها. الحاجه الثالثه بترى ان معدل الانفاق على العقارات اقل من الانفاق على اي حاجه ثانيه، لان يعني هي بتحتاج كميه كبيره من الفلوس علشان اشتريها، مش بقدر اشتري كتير. ده صحيح. قد ايه النسبه اللي بتجيلي من بيع وشراء الذهب لو قلنا متوسط في الفترة اللي فاتت، وبيع وشراء العقارات متوسط عشان نقارنهم بس للناس اللي حاطة فلوسها في ودايع وشهادات، ويمكن يكون في بدائل أخرى احنا قلنا بالنسبة للشركات الصغيرة؟ في أشكال كتير، في خمس أشكال زي ما قلت لك. طب الذهب أنا متخيل من وجهة نظري إن متوسطاته السنوية بتتجاوز الـ 12%، لكن ده أنا شايف إن ده فقاعات مش هتستمر فترة طويلة، ممكن تتهاوى فعلا أكيد. العقارات إذا حصل ركود زي الريسيشن اللي احنا شفناه في فترة 2011 بيتسبب في مشكلات، لكنها ما بتخفضش الأسعار بشكل سريع. الدورة العقارية عندنا في مصر بتبقى فتراتها أطول، لكن مشكلتها ان معدل التسيير والتخارج فيها بيكون ابطا كتير، ودي مشكله. بيبقى قد ايه يعني بيجي لي عائد قد ايه من العقارات؟ شوف حسب اولا حجم الانفاق اللي انت عملته عليها وحسب نوعيه الطلب اللي موجود، لكن المتوسطات عاده فيها بتتراوح ما بين، وفقا لنتائج شركات العقاريه المدرجه في سوق المال، بتتراوح ما بين 15 إلى 20%. 15 إلى 20%، ولكن طبعا هي مهدده بان بيحصل ساعات ركود، ودايما انت عندك صعوبه في عمليات التخارج فيها بشكل سريع طبعا، لان بيتهيالي احنا عندنا قوانين معوقه شويه لتسجيل العقارات وبتاخر الرسوم اللي عليها والرسوم اللي عليها. والذهب يمكن 12%، واحنا قلنا ان الاوعيه الادخاريه حوالي 10%. كويس، ولكن طبعا في مخاطر زي ما حضرتك وصفت بالنسبه للذهب، وفي مخاطر بالنسبه للعقارات. هل في طريقه يعني طرق تقليديه اخرى احنا بنتبعها في السوق المصري حضرتك تقدر تقول لنا معدلات؟ انت عندك الودائع بتوصل ل 10%، ده الشكل الثالث. الشكل الرابع هو فكره تجميع الاموال لاستثمارها في مشروعات، مشروعات ده بيتراوح مشروعات صغيره او متوسطه. ده بيتراوح ما بين 25 إلى 45%، في نسبه عاليه جدا، نسبه عاليه جدا، ونسبه بتحقق معدلات عاليه قوي. الشكل بقى الاخير، وده الشكل اللي هو الانليجل اللي احنا دايما بنحذر منه، هو مطلق اسمه توظيف الاموال. ودي فكره ان انت بتدي الفلوس لشخص ثاني او طرف ثاني، هذا الطرف بيتولى هو عمليه التوظيف نيابه عنك، وبيغريك بفائده مرتفعه جدا، ومع الاسف درجه المخاطره فيها بتبقى عاليه قوي، لان المشكله ان انت هنا في هذه الحاله انت بتخل المعادله التقليديه. انت عندك اموال وبترغب في استثمارها، فانت بترغب في عائد كبير لكن بمعدل مخاطره قليل. المشكله ان انت في عمليات التوظيف بهذا الشكل انت بترغب في عائد كبير لكن بمخاطره كبيره. دايما هذه الحالات بتوصل في بنسبه 70% لانها بتتحول في النهايه الى مشكلات اقتصاديه، او ان بتحصل عمليات افلاس، او ان طبعا. بيبقى في سوء اداره. شفناها قريب جدا، كان في احد الرجال او يعني اللي بيسمي نفسه رجل اعمال في مدينه نصر، وكان جمع ملايين من الناس، وفي الاخر ما رجعش للناس فلوس. يفضل الشكل بقى اللي هيبدا يظهر في مصر، فده زي ما بيقولوا ايه، شمس المستقبل الجديد، اول يناير القادم ان شاء الله، ما يطلق على اسم سكوك التمويل. وده الشكل اللي بيحل المشكله التقليديه بتاعت رفع مستوى العائد مع ادنى مستوى المخاطره. ده هيبتدي في يناير. خلاص الحكومه المصريه اعلنت رسميا اول امس في مؤتمر اليورو ماني عن انتهاء خلاص الفكره بتاعته. الفكره دي مطبقه بالمناسبه من اكتر من 1400 سنه. مصر كانت متأخرة فيها دايما، ظهرت في الأسواق العالمية في نهاية الثمانينات. الأسواق العربية كلها اللي حوالينا بتمول دلوقتي مشروعاتها بيها. هي فكرتها العائد بتاعه ايه فن؟ العائد بتاعها بيتراوح تقريبا ما بين 13 إلى 20%، لأنه هنا هو بيديلك نقطتين، بيديلك الضمانات اللي انت بتحصل عليها لو انت أقرضتني فلوس، ان في أصول، ان في مشروع، ان في عوائد، وبيديلك في نفس الوقت مشاركة معايا في الأرباح. هذا الأمر هي فكرته ببساطة، هي فكرة بتبنى على معايير الشريعة الإسلامية، بتتوافق في أشكال كتير فيها. هي فكرتها ببساطة أن أنت بتجمع هذه رؤوس الأموال وبتمول بيها مشروعات
تنموية كبيرة، سواء بقى كانت مشروعات خاصة، سواء مشروعات بناء أساسية، مدارس، مستشفيات، وبتشارك العائد الموجود فيها بنسبة الأموال اللي أنت ضختها فيها. هذا الشكل هو الشكل الأكثر تناسبا مع المجتمع المصري، لأن أنت عندك رؤوس أموال صغيرة، عندك مدخرات قليلة، عندك تنمية ضعيفة، عندك إعادة ضخ، عندك عوائد خالية من المخاطر ما بتكونش متاحة للمتعاملين، عندك العوائد اللي انت بتحصل عليها في بعض الحاجات مرتفعة المخاطر هي جيدة ولكنها أيضا مرتفعة المخاطر، فأنت محتاج شكل أكثر تناسبا مع هذا الأمر. طبعا يعني يمكن لغاية ما يقر الشكل بتاع سكوك التنمية، وإن شاء الله في أول السنة هيبقى قدام الناس مازال الطرق التقليدية، وبنتعشم إن إحنا نقابل حضرتك تاني في أول السنة علشان نتكلم على سكوك التنمية. شكرا لوجود حضرتك معنا. مشاهدينا، طرق مختلفة للإدخار وللحصول على أعلى فايدة من مدخراتكم. هنطلع فاصل وهنرجع علشان نشوف آخر تطورات في المظاهرات النهاردة، سواء كانت مظاهرات اللي بتطالب بمحاسبة الرئيس أو المظاهرات اللي بتطالب بالقصاص العادل للشهداء. خليكم معنا بعد الفاصل.